في لبنان يلتقي نواب اللقاء التشاوري للسنة المستقلين اليوم الرئيس ميشيل عون في قصر بعبدة بحضور رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، على أن يتم إعلان نواب اللقاء اسم مرشحهم من خارج اللقاء وهو جواد عدرة، ما سيشكل حل العقدة السنية بحسب المراقبين. لمزيد من المتابعة تنضم إلينا من بيروت كلودي أبي حنا مراسلة الغد. يعني كلودي، إلى أي مدى هناك نجاح في تشكيل الحكومة اللبنانية على غرار كل الاجتماعات التي تحدث هناك؟ وائل، دعني أشير في البداية إلى أن اللقاء التشاوري انعقد هذا الصباح، وقد أعلن قبل قليل باسمه النائب فيصل كرامي أن اللقاء متفق 100%، وأن جواد عدرة هو اسم من بين 4 أسماء سلمت إلى رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية هو الذي يختار، فإذا اختار جواد عدرة يكون هو الوزير. هذا الأمر هو بعد ما وردت أنباء على أن اللقاء التشاوري مختلف على تسمية من يمثلهم في الحكومة الجديدة، ولكن كان قد عقد لقاء بين أعضاء اللقاء التشاوري ومعاون الأمين العام لحزب الله، وقد تم تبليغ اللقاء بأن جواد عدرة هو خير من يمثل اللقاء التشاوري. في حال رسى الأمر على جواد عدرة تكون الحكومة خطت خطوة أساسية لتشكيلها، وهذا الأمر يشكل نوعا من تسوية، لأن جواد عدرة هو مقرب من الرئيس نبيه بري، لم يتخذ في حياته العامة أي موقف ضد حزب الله، كما أنه أيضا على علاقة جيدة مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وهو شخصية غير مستفزة، إذ هو الذي أسس الدولية للمعلومات، هذه الشركة التي تقدم إحصاءات توصف بأنها إحصاءات موضوعية، خصوصا فيما يتعلق بالانتخابات النيابية في لبنان. في حال رسى الأمر على جواد عدرة بعد ظهر هذا اليوم، وحصل هذا اللقاء المرتقب بين الرئيس الحريري وأركان اللقاء التشاوري في اجتماع برعاية رئيس الجمهورية في قصر بعبدة، يكون الرئيس الحريري اعترف بهؤلاء النواب، ولكن الشخصية التي ستكون في الحكومة لا تكون مستفزة له. إذن هذه تسوية على الطريقة اللبنانية، ولكنها أيضا تؤكد عرفا جديدا بأن السنة لا يمثلهم كلهم تيار المستقبل. حزب الله فرض هذا الأمر، أرسى واقعا سياسيا جديدا في لبنان من حيث إدخال طرف سني جديد لا ينتمي إلى تيار المستقبل إلى الحكومة اللبنانية. ولكن كما بات معلوما، هذه الحكومة باتت ضرورة في لبنان نظرا لأوضاعه الاقتصادية الصعبة. هل إن هذا الأمر يعني تشكيل الحكومة اللبنانية سريعا اليوم؟ هذا الأمر غير مؤكد حتى الساعة، لأن هناك بحثا في التفاصيل الأخيرة لهذه الحكومة، حيث هناك توزيع جديد لبعض الحقائب، خاصة الحقائب المسيحية، بحيث يعني التيار الوطني الحر لا يريد التخلي عن وزير ماروني، وهذا الأمر يعني سوف يؤدي إلى مشاورات إضافية بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، وأيضا حزب التشناك الأرمني الذي يطالب بحصة وازنة له. شكرا جزيلا لك كلوديا بحنا مراسلة الغد، كنت معي من بيروت على كل هذه المعلومات.